أريحية كبيرة منحها قرار اجتثاث محافظي نينوى نجم الجبوري بعد أن شكل رقما صعبا في المنافسة الانتخابية. مراسلنا في المحافظة عمر القاسم نقل لنا نبض الشارع الموصلي والمشهد السياسي في هذا التقرير لنتابع معا. انتهى دور محافظ نينوى نجم الجبوري سياسيا بعد رد المحكمة الاتحادية طعن قرار الاجتثاث بحقه، هكذا يصف سياسيون حال الجبوري اليوم بعد أن كان ضمن المرشحين الذين يتوقع لهم اكتساح واسع في الانتخابات المحلية القادمة. الدور السياسي بالنسبة للسيد نجم الجبوري انتهى فعليا بحال خروجه من انتخابات مجالس محافظات نينوى وعدم اتفاق الكتل السياسية والسادة النواب على السيد نجم الجبوري بإبقائه محافظ لنينوى. قرار الاجتثاث والذي يتضمن عدم تسلم الجبوري أي منصب أو المشاركة بالانتخابات ربما يغير الخارطة السياسية في محافظة نينوى ويمنح أريحية لمنافسيه في الكتل والأحزاب الأخرى. خروجه من هذه المعادلة راح تنطي مجال للآخرين، قد يجوز البعض راح ما يطلع الانتخابات، الكثير من المواطنين يقول لك والله ما طول انا ما طلعوا فريق نجم انا ما راح يعني ما راح اروح الانتخابات، لكن انا اعتبر اللي راح يستفاد كتلتين هي كتلة التقدم وكتلة التحالف الديمقراطي الكردستاني. ويسود الترقب الشارع الموصلي قبيل الانتخابات المحلية وسط تذبذب في قرار الذهاب إلى صناديق الاقتراع على الرغم من ارتفاع نسبة تحديث بيانات المواطنين، إلا أن أزمة الثقة بالعملية السياسية لم تزل مسيطرة على أذهان سكان المحافظة. هذا التناحر السياسي الذي بدأ كتناحر خدمي والبحث عن حقائق انعكست سلباً على ما يتوقعه المواطن من المرحلة القادمة كاستقرار في هذه المحافظة. الاستقرار الأمني موجود، لكن الاستقرار السياسي مطلوب للوصول بالخدمات إلى أعلى مستوى. وتتصاعد حدة الصراعات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وسط تساؤلات عن القادم من الأيام، هل ستشهد الإطاحة بشخصيات أخرى أم أنها ستمر بسلام على المرشحين؟ من الموصل عمر القاسم الرابعة.